السلام عليكم. الجزء الثاني من المحاضرة راح يتضمن الأكاديميك ووردز اللي هي defend, overcome, pursue. الكلمة الأولى أو الفوكابلري الأول اللي هو defend راح نتطرق لها فقط كverb وكناون. والverb راح نعتمد فقط على معنى واحد اللي هو اللي ورد بالارتكل, اللي ياخذ المعنى to prove that something is right, يعني يبرهن ان الشيء هو صحيح. بحيث انه المثال اللي ورد بالارتكل يعني defended his dissertation, يعني راح يدافع عن الاطروحه اللي قدمها, يعني يبين الشيء اللي مذكور بالاطروحه هو صحيح. كمثال students should be ready to explain, يعني يوضح, and defend يعني يبين بصورة صحيحة their views يعني الأفكار اللي هم متطرقين إليها. أما كناون تأخذ defendant اللي هي المقصود بها الشخص المدعى عليه بالمحكمة أو المتهم, يعني the person in a court of law, يعني الشخص اللي بالمحكمة who has been accused, accused يعني اتهم, of doing something illegal, بعمل شيء غير قانوني, illegal يعني غير قانوني, يعني الشخص المتهم أو المدعى عليه اللي بعد ما ثبتت التهمة عليه. كمثال we find the defendant يعني المدعى عليه, we find يعني وجد المتهم not guilty غير مذنب, guilty هي مذنب, not guilty يعني غير مذنب, يعني فقط نقتصر على الفيرب والناون. الكلمة الثانية اللي هي overcome كفيرب اللي هو ورد بالارتكل, ورد بالارتكل يعني يحتوي المعنى الأول to get rid, to get rid from something, and to get rid, get rid المقصود به يعني يتخلص أو يتجنب أو يتخطى, يتخلص من. He struggled يعني عانى أو قاسى to overcome يتخلص his shyness, الشاينس يعني الخجل اللي موجود. هذا كمثال. راح نعطي معنى ثاني اللي تاخذ overcome, يتاخذ عدة معاني لكن نقتصر على فقط المعنى الأول والثاني. الثاني to fight and win against someone or something يعني يهزم, يعني شو المعنى الثاني يعني يتضمن يعني السبورت, يعني دائما يستخدم بالسبورت يعني يهزم يتغلب على. كمثال Argentina overcame Uruguay 1-0 in a soccer game last week, يعني هزمت أو تغلبت الأرجنتينا, تغلبت على Uruguay 1-0 in a soccer, soccer يعني كرة القدم, in a soccer game last week. هذا كمثال. يعني المعنى الثاني overcome دائما تشوفه يجيب ياخذ معنى السبورت, اما الاول هو التخلص من شيء معين. الكلمه الثالثه اللي هي برسو, برسو يعني يلاحق هدف معين حتى يحصل عليه, يعني لها مقاربه الى الاتشيف. برسو إذا نجي هنا للمعنى اللي مكتوب to continue doing an activity or trying to achieve, بالضبط to achieve, يعني صار كل سطر ممكن أقدر كله تركه. إبنا to achieve something over a long period of time, يعني حصول على شيء لكن هذا الحصول يعني مو بالسهل, يعني أخذ وقت يلا أقدر إنه يحققه أو يحصل عليه. يعني ممكن تترك هاي to continue doing an activity or trying to منها تبدي to achieve something over a long period of time, وهذا المعنى الأدق إلى pursue. كمثال students should pursue their own interests, يعني يفترض هنا students should pursue their own interests, interests يعني اهتمامات, يعني اهتمام الطالب عنده مثلا شنو الاهتمامات اللي أخرى اللي ممكن يمارسها أو الهوايات, as well as بالإضافة إلى their school work, بالإضافة إلى العمل المدرسي.
بيرسو يعني يلاحق أو يحصل على. هاي فقط اللي 3 academic words اللي أخذناها من الارتكل. أتمنى تكون واضحة. شكرا جزيلا لكم.